بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، ها هو شهر رمضان قد أقبل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ها هو شهر رمضان على الأبواب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بقدومه ويستقبل هلاله بقوله: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كان الصالحون من هذه الأمة المرحومة، كان أحدهم يستقبل رمضان بقوله: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. يقول الإمام التابعي الجليل الإمام النخعي، يقول: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة. والعجيب أيها الإخوة الكرام أن هذا الشهر المبارك يصلح الله بمقدمه القلوب ويغفر بزيارته الذنوب، فتؤوب النفوس إلى الله ويتجدد الإيمان في القلوب، فتزداد الهمم وتكثر الطاعات وتتنوع العبادات، فتنزل الرحمات على الصائمين والصائمات وعلى المتصدقين والمتصدقات وعلى الذاكرين والذاكرات. عند ذاك تتزين الجنة وتتهيأ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. لذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا جميعا نحن المسلمون رجالا ونساء صغارا وكبارا أن نعظم هذا الشهر المبارك، أن نحترم هذا الشهر المبارك، نحترمه بمعرفة أحكامه الشرعية بما يسمى فقه الصيام، أسأل عن أحكامه وأتعلم، ثم أتوكل على الله بصيامه، ولا أجاهر بالإفطار. نعظمه بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.